ومن القواعد كذلك: كل بدعة في الدين فهي ضلالة، كل بدعة في الدين فهي ضلالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فليس في الدين شيء يسمى ببدعة حسنة، هذا شيء اخترعه بعض العلماء وليس له برهان صحيح، فرحم الله عز وجل من قاله من أهل العلم، وهي هفوة لا ينبغي متابعة العالم عليها. فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على كل بدعة في الدين بأنها ضلالة، سواء أكانت البدع العملية أو البدع الاعتقادية أو البدع القولية.